السياسة أشبه بلعبة الشطرنج. زلمه قديش تشبر فيه ليك ليك ليك، ده انا حمرا ما بشع كثير، منخارك عامل هيك مثل منخار وكمان بشع كثير. اخيرا مين حاب يتغرز على العالم؟ تعالوا نشوف شو رح يصير. فكرتك انت ايه نسلم عليه. روح انت قول مثل الديك شعراته، نفس الشيء شعراتك نفس شعراته، ديك اصلي. ليك ليك نظاراته ما عجبتك؟ روح انت طيب بتضحك نفس الضحكة تبعيتك. بشعة بس مو قديمة. بشعة؟ كثير. ميرسي كثير، وبس أنت يعني حلو؟ بشعة أنت كثير بشعة، وهي اللي بس ما أكثر. بس بشعة أنت. بشعة. ليك دمه ليك دمه. ليك ليك كيف ليك معصب معصب نفسك نفس الشيء. عم يسبني عم يسبني. سبني عم يسبني عم يسبني سبني. نصيبك حيصيبك بعد اشارتين، يمكن ساعتين، يمكن يومين، يمكن شهرين، حتلاقي دق الباب وناطر يسمع الجواب. بلبل ستيتية. شو هالصدفة؟ أي صدفة؟ اسمك من فصيلة اسمك. لا لا. أنا بلبل وأنت ستيتية. لا لا أنا كنت فكرتك عم تلعب معي لعبة الحيوانات الخمسة، بنتي لارا بتضلها تلعبها معي. بنتك؟ أنت عندك بنت؟ ولد وطبل ومطلقة. عفوا. ولدين وبنت ومطلقة. وأنت؟ أنا لسه ما دخلت عش الزوجية. طقس حلو اليوم ما هيك؟ بس انت شو كان بدك مني؟ لا هذا بابي انا بابي انت دقيت على بابي انا. صح انا بعتذر. انا بلبل دوري العندليب ابن اختها لام شحرور. حبيبتي ام شحرور، حبيبه قلبي ام شحرور، ساكنه بالطابق الثالث، جارتي وحبيبه قلبي. انا بعتذر، صار لي 3 سنين بتشيك مسافر ونسيت على طابق بيت خالتي. بعتذر إذا أزعجتك وتشرفت بمعرفتك. بالإذن. مع السلامة. يبعت لك حما يا نوفا إذا كان يلي عم حسه صحيح. هذا هو يلي بده يدق الباب بعد يومين. ولي قلبي رح يوقف. يي بلبل، أحلى بلبل شفته بحياتي. يو شو عم بحكي؟ أنا ناقصني مشاكل وصدمات عاطفية. بس والله حلو ومبين من صوته حنون ومجذب. لا أمنا لا، قوي حالك من أول نظرة سخسختي فيه. بلكي طلع كذاب ومخادع وخاين وحبيتيه وتعلقتي فيه وبعدين خانك مع شي وحدة تشيكية، أنت بهولندية مو خالصة. خلص أنا لازم أنهي علاقتي فيه لبلبل وأتركه قبل ما أتورط معه أكثر ويجرح لي مشاعري أكثر، بس ما توقعت منه هيك إنه يطلع خاين. خاين يا بلبل، شبك ماما؟ ها؟ لا ما في شيء، كنت عم ألف غنية أنا ألفتها. خاين يا
بلبل خاين. تعال معي المطبخ خلي بدي اعمل لك بيتزا. ايه يلا تعال بيتزا. نايمة. يلا 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 لستة عطنا قداش. يلا 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 قول واحد قول واحد يلا قول واحد بدنا قول واحد يلا. ايه شو مفكري حالك انت بحو كل اللي باقيين الصديقة والتعادل لصالحنا لصالحنا. يلا امتيتي امتيتي يلا يلا بدنا نقول يلا 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 سواريز سواريز لازم نسجل لنفك النحس. يلا 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 جول 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 يلا يلا مالك معي شي؟ ليش؟ رح اخصمهم على الديون اللي مسجلتهم على الدفتر. نعمة انت خرجت تشتغلي بالبنك المركزي. اعطوني يلا هات اعطوني يلا خلص بحاسبك في اللعبه الجاي خلص. لا 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 جدو كل لعبه بلعبتها يلا يلا هات اعطوني يلا لا انت كمان هاتي طماع ما بتشبع. اعطي جدو اعطي خي هدو هدو شوي شباب رقم غريب. أهلين مين معي؟ أهلين ست أم شعرور. إيه طبعا عندي وقت تفضلي. غريب ابن اختنا أم شعرور قال حابب يجي يشرب عنا فنجان قهوة. خالي أم شعرور كتير لطيفة وظريفة وحبابة. إيه أنا كتير بحبها. وأنا كمان بحبها كل ما تشوفني بتعطيني حبة شوكولاتة. الله يشفيها أم شعرور قال عاملة عملية بإجرة وما قدراني تنزل مع ابن اختها ليشرب عنا فنجان القهوة. وقال حبيبي يحكي معي كلمتين. منى انت بتعرفي شيء هذا الشيء؟ انا؟ لا ابدا من عندي اعرف لهذا الشاب. يعني هو بصراحة قالت لي انه حبيبي يجي يحكي معك. معي انا؟ انا؟ انا ليش ليش يعني انا لا يحكي معي انا ما بعرف لا ليش لا يعني ليش بيكون بيعرف انك خياطه وبده يصلح شي زر او يرقع شي بنطلون شو ليش يعني؟ يرقع وراسك رقع. رامي جدو هدول ناس حالتهم مرتاحه كتير. ما شفت السيارات اللي بتوقف عندهم؟ هدول حالتهم مرتاحه مثلنا واكثر بس يعني هن اجوا لهون مثلنا مثلهم. نحن صفينا بلا ولا شي وهن المصاري عندهم بالبنوك هيك تلال. شو بك ماما؟ لا ولا شيء. انت قلت لي جاي؟ على الاغلب بكره بعد الظهر. ماشي عن اذنكم انا فايت على غرفتي. عن 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 اذنكم؟ شباب ماما؟ والله يا جدو نحن ظاهر مارقين بظرف حرج وصعب كتير وصار عندنا تغيير جديد بمجرى احداث حياتنا. والسبب هو ظهور ابن اختها لام شحرور المفاجئ. لهيك انا حاس انه رح نوقع بمصيبه فاذا نحن لازم نعمل اجتماع طارئ وفوري بمحل امكم ما تسمعنا فيه. اذا هيك خلونا نتوجه مباشره على غرفه محمود. تفضلوا تفضلوا يلا اهلا وسهلا تفضلوا امشي. لا والله تفضل 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 جدا بكره جاي يزورنا بالبول. بس ليش يا ترى جاي يزورنا؟ اكيد اخترع اي حجه مشان يجي يشوفني. لا 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 بركي جايه لحتى يرقع شي بنطلون او يزبط شي زر قميص مثل ما قال رامي. لا تحلمي كثير يا منى وتقولي مشتاق لي ومو مشتاق لي ويطلع مو متذكرك ولا شايفك وتنصدمي فرد صدمه. ناقصك انتي شفتي مو ناقصك. بعدين شو هالحركات يلي بلا طعمه مثل المراهقات؟ عم بتزدي حالك على التخت. مو باقي غير تقومي تتفرجي على حالك على المرايه وتفكري شلون بدك تعملي شعراتك بكره وتفتحي خزانتك وتبلشي تنقي ثياب. لا 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 واهم من كل هاد بكل صغر عقل تنزلي على السوق وتجيبي شي فستان هيك حلو منخرش وتلبسيه بكره. هذا يلي ناقص. يا
ماما لا معقول هدي محمود ماسك وقت الدراما هلا مستحيل انا ما بعيش من دون امي واب يا حوينتك يا امي قلت لك شبكن يا شباب ابن اختلق بشحرور جاي يطلب ايد امكم مو جاي يشحط على العسكريه اصعب يا جدو اصعب مو بس هيك مشحرور عم تقول اذا وافقت امكم تتزوجوا رح ياخذها معه على الشيك شو كمان؟ راح مستقبلك يا لارا هدي لارا هدي انا لازم لاقي لكم حل رح ساعدكم انا حاولت ما ارد عليه لا مشحرور مشان امكم ما تفهم شو القصه من وين طلع لنا هذا العريس ومين قال له انه ماما بدها تتجوز لك يا راضي يا شباب امكم هي الشخص الوحيد اللي قادر تدمج هي العيله واذا وافقت وتزوجته أكيد رح تفرط العيلة كلها أنا رح لاقي حل خلو يجي لعنا بس ورح أفرض كل خلاصتي عليه ورح شوف إذا بيتحمل بس نحن ما بدنا الزلمة ينجرب أنت بس بكفي تقعد جنبه بس بصراحة أهم شيء أمكم ما لازم تعرف إنه هذا الشخص جاي يطلب إيدها وما تفهم شو هي الغلطة أبدا ولا يهمك خلاص ماشي ماشي بس بدي منكم شغله كمان بكره لما بدي اسوي الخطه بدي منكم تساعدوني جاهزين؟ جاهزين راحت راحت طيب يلا خلونا نبلش بالخطه قبل ما ترجع ماما جدو قالت لك شي وين راحت؟ لا طيب وبركي رجعت فجأة طيب يلا خلونا نبلش بالخطه قبل ما ترجع ماما شوي شباب إذا رجعت فجأة من إلا نحن مجتمعين هون عم نظبط المقالب مع محمود طيب يلا خلونا نبلش بالخطه قبل ما ترجع ماما شو علقت معك؟ خلصنا فهمنا شو القصة روق جدو بدك تروق نحن هلأ بوضع مزري ولازم نتحمل بعض بس لبين ما نطلع من هالجحيم المنتظر يلا شو بلش بلشو شو ما عندك خطة؟ لا وين مو عساس عندي وبكرة شوفوا شو رح أعمل الصراحة أنا كتير تحمست لما كنت معكم وقلت أكيد إنه رح نتساعد بالخطة كلياتنا سوا عندي خطة بس إنه بس لا تقولي إنه ومصاري ونسبة وما بعرف شو لارا نحن هلأ بوضع إنساني جمعي وما لازم تنظري لهالموضوع بهالنظرة ديري بالك أمري لالله هالمرة الفكرة مجانا بس الفكرة بدها شوية مواد لا ما بيمشي الحال زبطينا كم فكرة بدون مصاري يعني كونه الميزانية محدودة يعني بقصد شي من أغراض البيت من كراكيبنا أكيد بصراحة جدو ما خرجنا مصاري بزيادة ما حاجة المصيبة اللي جاي فوق راسنا كمان طيب اسمعوا ممكن بس تخلص الخطة حدا ينزل منكم ويصور معي كم مشهد أنا بنزل بس خلينا نسمع لارا هلا إيه لارا يلا قولي هلو بمقلب جديد اليوم أنا وأخي رامي قررنا نسند البناية للعالم راسك 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 انتبه 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 راسك راسك فوق بعد 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 انتبه 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 تبي 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 راسك واحد راسك 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 راحت 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 طيب رح نمسك على راسك وراسك لا توقع لا توقع راسك فوتي هربي 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 شو في مبين هيك شيء لا لا تمام وهيك بنكون جهزنا كل شيء امشي مين بده يشد الحبل؟ أنا بشده لا أنا مع رامي وأنا كمان هيك؟ شفت حبل ما عم بسقوا فيه نشده؟ أساسنا عيلة وحدة ومنحب بعض وعم نمر خلاص خلاص حاجتك نق ولعي أنت رح تشد وخلصني الحبل يس كأنه ماما تأخرت لما نعرف إنه ماما بدها تتأخر كنا ما استعجلنا بالخطة وطي صوتك صح بلكي هلا اجت فجأة وسمعت كلمة خطة وطي صوتك مالها هون خلص آسف أنا فايت ريح نهايات أعصابي وأتأمل بيلي حكينا فيه وفند أي خطأ ممكن حدوثه بالخطة تبعنا فند جد وفند علي الحلال أنا ما أعيش مع عيلة مجانين
رقاب انت خلصني صرت معلمك اياها للعبة شي 70 مرة وساك ما بتفهم رقاب. بنسى الكبسات. وينك يا جيجي يا حبيبتي؟ الله يرجعك بالسلامة وتخلصين من هالطبل هاد. جدو اذا مدعمني بوقف العب ها فشرت ما في غيرك العب معه العب. وانت يا كامي وين رحتي؟ رحتي لي على هالمخيم؟ قلت لها لا تروحي. قالت شو؟ بدها تروح على الطبيعة مشان تقعد ما بعرف شو بدها تساوي، تنقي روحها مشان يصير احساسها ارهف وترجع للموسيقى. وانت ليش متضايق؟ انا؟ لا ابدا ما متضايق، بس انا قلت كرمالك، يعني انت كنت تلعب مع كاميليا وتتسلى معها، فكاميليا راحت فقلت اكيد جدو بكون متضايق. يعني شو انت مو مشتاق لها؟ انا اشتاق لها؟ ليش؟ لا انا بس عم اطمن عنها، واصلا كل ما بدي اقلب بكون هيك الشبكه عم تروح وتجي، ودائما دائما اغلب الاحيان بيطلع لي انه ما في اشاره خالص. واضح جدو انا بس عم بدي اقلب اطمن ايمتى بدها ترجع لحتى تصور معي مقالب، بس مو اكثر. صدقتك. ماما ليش تاخرتي؟ حبيبتي كنت عم بودي كم غرض على المشغل. طيب عن اذنكم انا فايته على غرفتي. لا عن جد امكم في اشي صارت مرتين اليوم حكياني معنا على الراي وبكل احترام. كانه ماما مريضه. لا 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 ما بظن، اكيد صاير معها شيء بنتي وانا بعرفها. معقول تكون حست على خطتنا؟ وطي صوتك وطي صوتك. حسف خطتنا. يلا شو حلو هالفستان. قديش صار لي ما اشتريت قطعة إلي؟ بس بركي بلبل ما بيحب اللون الأحمر. لا هي ما فكرت فيها. لا لا مو معقول، أكيد بحب اللون الأحمر مثلي. بلبل بكرة جاي يشوفني. بلبل شو هاد يا منى؟ مرة تانية عم تزدي حالك على التخت؟ مفكرة حالك فراشة يعني؟ بركي انكسر التخت؟ شو هالحركات المثل الأولاد؟ بعدين شارية فستان جديد وكندرة جديدة كله مشان بكرة يجي بالبول ويطلع بده يصلح عندك شي قطعة تياب لأنه بيعرف إنك خياطة. أصحي يا منى أصحي. ما بتتذكري شو قال عنك أبوكي؟ كنباية مكسورة رجلها وطائق رفاسة. مين بده يطلع فيكي آه؟ حتى يطلع فيكي بالبول. هلو بمعنى جديد، شو بيصير اذا انسرقت شنطايك؟ لارا حرامي. عمو فيك تمسك لي شنطايتي لاربط باطي؟ ايه حبيبتي ولا؟ يلا حبيبي انا بمسكها. شو بدنا نعمل؟ نحن حفظنا بس يا خوفي من الباقي. الباقي؟ مين قصدك ماما؟ محمود انت بس استرخي ولا تتحمس وكل شيء رح يكون منيح. وين امكن؟ من بعد الغداء فاتت على غرفتها ما عاد طلعت.
هالبنت وضعها مو عاجبني، لازم اعرف شو صاير معها. انا اعرف شو صاير معها. لك عاد شو بدك تقلها يعني؟ ها شو بدك تقلها؟ الحقيقه لك حقيقه شو؟ انها هي مريضه ولازم تقبل تتعالج، ونحن ما بنحسن من دونها. لك سكوت سكوت، انا بس بدي اعرف انت شو تركيبة دماغك، عقلك كيف مركب؟ مين اللي قال لك انه امك مريضه؟ اه رح اقول لكم، امبارح لما كنا مجتمعين ايه؟ مو لارا قالت انه ماما مريضه ونحن تفاجئنا؟ لك يا محمود يا جدو يا غبي، لارا خمنت حست شكت فكرت اتوقعت انه امك تكون مريضه، لا اكثر ولا اقل. المشكله انه ما حدا تفاجئ غيرك. اها لك منيح قلتولي. لا انت صاير عندك تراجع بالحس الرجعي للفهم. حس رجعي بالفهم يعني شغله منيحه ولا لا؟ لك لا مو منيحه. انا متاكد انه هذا هو ومرجو. يلا جدو الرايقه، يلا اسرع شوي اسرع جدو. انت ما كهربتي جراس؟ بلا كهربته يا زلمه، كان وقت الصف. انا رح افتح. خلاص انتبهي في خيط من الصيص لوقت تفتحي. يلا افتحي. جاهزين؟ جاهزين. يلا محمود انت جاهز؟ جاهز. يلا يلا افتحي. مرحبا يا حلو، اكيد انت لارا. مين؟ كيف عرفت؟ انا بقرا بالافكار وبالعلامة انت بتحبي الشوكولا. واو يعني مثل نوفا. اهلا وسهلين، تفضل تفضل. مرحبا فريد بيك، انا بلبل دوري العندليب ابن اختها لام شحرور، جارتكم. اهلا وسهلا بي ست ام شحرور، جاره عزيزي واخت غالي. تفضل. شكرا. الواحد لما بده يفوت على بيت جديد لازم يفوت بخطوه عريضه ثابته. ها تفضل. قبل ما تدخل راح اعرفك على احفادي اولاد منى، محمود رامي. مرحبا بلبل دوري العندليب. عليك ابن اختها لام شحرور. اهلا وسهلا فيك، ما حد ضل واقف على الباب. تفضل تفضلوا جدو امشوا. يا اهلا وسهلا فيك، شرفت. ليش وجهي صغر؟ يا الله بيتكون شحنون وفي ريحة العايدة. الحق معك، نحن اليوم ما هوينا البيت. لا 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 تفضل هون، هاد هون اريح لك. شكرا. بس انت شو عرفك اني بحب اقعد على كرسي منفردي؟ تفضل. شكرا. اهلا وسهلا فيك، اهلا وسهلا فيك، شرفت. شكرا. بس مدامونا وينها؟ يلا منى شو عم تستني؟ طلعي شوفي فتى احلامك. لحظه شو عم تعملي؟ بدك تطلعي هيك وانت مزبطه حالك كانك رايحه على شي عرس؟ مشان تطلعي بالخزوه ولما يقول لك بلبلك العندليب يا ريت يا مدام منى تصلحي لي هالبنطلون. شو بدك تخجلي من حالك وتحسي حالك هبله وتتمني الارض تنشق وتبلعك؟ غيري ثيابك بسرعة. ما بدي غير ثيابي، بدي اطلع هيك وهو جاي ليشوفني وبلبل مو مثل اي حدا. بلبل غير. امتى لحقتي تعرفي كلها؟ من نظرة واحدة على الباب صرتي تعرفي ساسه واساسه وفرناسه. وهم كل شي عم بتفكري فيه يا منى وهم. شو بتحب تشرب استاذ بلبل؟ إذا في عصير بندورة بيكون كتير منيح. غريب، أول مرة بلتقي بحدا بيحب عصير البندورة مثلي يعني، بس للأسف ما عنا. الصراحة ما عنا غير مشروبات غازية. أوكي 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 أنا بساعدك. تعال. يا أهلا وسهلا فيك، أهلا وسهلا فيك، شرفت يا سيد بلبل. شكراً.
بس مدام منى وينها؟ وبعدين صار لي ساعة وما عم بعرف شو بدي البس. خايفة يمل ويروح قبل ما اشوفه. لا لا مستحيل يروح قبل ما يشوفني، اصلا هو جاي ليشوفني. خلص رح البس هاد. عم الضربة يا حظ، بس ولا مقلب زبط معنا. بس تعرف شو؟ شكله أكابري شوي. وإذا أكابري بنقوم من جوزه أمنا محمود. أمنا الجدار الارتكازي للمنزل، وإذا راحت بيوقع علينا. لك وطلع بحب عصير الطماطم مثلك. بس حك تتعاطف معه ها؟ هذا عدونا ولازم نهجم عليه وندمره، لأنه إذا هو شن هجوم علينا راح يسلب ممتلكاتنا وياخد إمبراطورتنا منا. معك حق معك حق، بس شو بدنا نعمل؟ لك حتى الكرسي اللي هو لازم يوقع من عنه لك قاعدة متبرطة عليه كأنه ما في شيء. لا تفقد الأمل محمود إلا ما نلاقي شي حل. هيدا المخطط لمين؟ إلي. الخط التتابعي يلي رسمه باتجاه المشتري من حدود 3 درجات لأقصى الشمال. غريب، كيف عرفت؟ أنا لمبارح لاكتشفت هذا الشيء وصلي زمان عامل هذا المخطط. واضح واضح الشيء بينه وبين المريخ. معقول؟ بسيطة، تاخد هذا الخط لهون تنحل وبتخلص المعادلة. واو صح صحيح. انت حضرتك عالم فلك؟ لا لا، بس هذا واحد من اهتماماتي. انا رجل اعمال وبحب اهتم كتير اشياء واطلع وبحب العلم والقراءة عموما. يعني معك مصاري كتير؟ يعني فيك تقولي ما كتير بعالم المليارديرية. مليارديرية؟ يعني فيك تساعد جدا بمطعم؟ ليش السيد فريد الفريد ما عنده مطعم وهو من أشهر الطباخين بالعالم؟ الحقيقة راح المطعم وراح البيت وراح السيارة كمان. ما تأسف على شي سيد فريد، كله بيتعوض. أكيد. الحقيقة غريبة هالصدفة، كنت عم فكر استثمر بهالمجال وعم دور على حدا مختص بهالموضوع. لمين هالكاميرا؟ مين بيصور عندكم؟ أنا. مصور؟ إيه يعني؟ طبعا لا، بس محمود عنده قناة على اليوتيوب وهي الكاميرا بينزل بيصور فيها مشاهد كاميرا خفية، وعنده أمل إنه يصير مليونير ونقبر الفقر. لك برافو، فكرة حلوة كتير. عن جد ولا عم تمزح؟ لا عم بحكي جد. وإذا بدك عندي لك فكرة أهم. بس مدام منى وينها؟ خلص هيك منيح، ما رح غير مرة تانية. هيك بدك تطلعي شرشوحة قدام ابن الأكابر؟ من بين كل هالتياب ما عرفتي تلبسي غير هيدول؟ ولا قلك مو مشكلة، البسي يلي بدك ياه. أصلاً هو مو شايفك ولا حتى رح يطلع عليكي. ليكو صار له ساعة برا لا سأل عنك ولا حدا إجا قال وينك يا منى؟ عم بيضحكوا؟ معقول صاروا صحبة فوراً؟ طبعاً ليش لا يا منى؟ ما بلبل مبين عليه اجتماعي. لا 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 مو حلو. يا رامي، البعد الرابع بتمتد خلفه أبعاد تانية، وعلم الموارئيات أثبت هالحكي. تماماً، أنا كتير سعيد لأني وأخيراً التقيت بشخص عنده نفس سوية تفكيري واهتماماتي. أستاذ بلبل، ممكن نرجع لموضوعنا ونعرف موقع المطعم بده يكون وين؟ أنا ما عندي مشكل، اختار الموقع يلي بيناسبك وأنا جاهز. وبيشرفني إني شارك حدا مهم مثل حضرتك. شكراً. وبخصوص البرنامج المقالب شو؟ كمان ما عندي مانع إذا هذا هو هدفك. إيه أنا هدفي وحلمي إنه تصير قناتنا أكبر قناة بالعالم ونفتل العالم كله وبكل بلد نعمل مقالب. بس هيدا حلمك؟ لا يعني غحاد الصراحة، بدنا نصير يعني مشهورين ويصير معنا مصاري.
عمو بلبل، يعني انت بابا نوال الحقيقي؟ ليش عم تقولي هيك؟ لان ما صار لك عنا غير ساعة حققتنا كل احلامنا. ليش في احلى الواحد من انه يحقق السعادة للي حواليه؟ بي دوري علمني اعيش الحياة ضمن سرب واحد وما فرد عن المجموعة، لان الطير ضمن مجموعته بحس بالامان. ونفس الشيء امي تغريد كانت تقلي ما تغرد لوحدك، صوتك مع المجموعة احلى. وهيك ربينا انا واخوتي ترغلي وحجلي بنفس الفرد. وانا بعدني لحد هلا وبعد ما كبرت بدور على عالم بحبوا يحلقوا معي. بعتذر، بدي رد هيدا اختي حجلي بدها تطمن عني. ولا يهمك، خذ ريحتك. بونجور حجلي. لاز انا بزيارز لسه ما فتحتنش بالموضوع. بخلص اللي بحكيك. سلام. هيدي لغة العصافير معودين عليها عنا بالبيت. كأنه علاقتكم بالعصافير وطيدة. طبعا زمان كان جد جده لجدي سعدون أول كشاش حمام، ست ستة لستة زي زفوني أول مرة كشاشة حمام بالحارة، وكانوا مشكلين مع بعض فريق مثل بوني وكلايد. تميزوا بحبهم للعصافير واستشراسهم لأي حدا بيفكر يقرب لزغلول أو يخطو. وجد جده لجدي سعدون صوته شو كان حلو، لهيك لقبه كان العندليب. وتوارثوا مهنة كشاش الحمام من جيل لجيل بالعيلة حد ما وصلت لبي دوري يلي قرر يصير رجل أعمال. بس مع هيدا وكله حافظ لحب العصافير وقرر يربيهم وعلمنا الحياة على طريقتهم. ومثل ما كان يقول بي دوري، عالم العصافير هو العالم الوحيد اللي فيك تعيش فيه بسلام وتحقق أحلامك وأحلام يلي بتحبهم ضمن سرب واحد. ممكن تعلمني هاي اللغة؟ طبعاً سهل كتير. تعرفوا؟ كتير حبيت القعدة معكم، حسستوني بدفى العائلة، وهيدا الشيء صار نادر كثير بهالايام انه يلتقى. شكرا لانكم استقبلتوني بكل هالحب. ولو يعني اهلا وسهلا بك. اخ بس لو زبطت الخطه وسمحتنا الفرصه لتلاقي الحب والسلام على اصوله. عن اذنك استاذ بلبل، بس دقيقتين ورح نرجع لك. اخربت مامو. أولاد، في تغيير حصل بمجرى حياتنا بعد ظهور بلبل على حياته. شو أصدق؟ قصدي بتعرفوا أنتوا الزواج هو سر الحياة، وأنا ما تخيلت بيوم من الأيام إنه بعد شو اسمه حدا يتطلع بينكم. بس القدر ابتسم لأمكم، يعني نحن ما بصير نوقف بوش القدر وما بصير نوقف بوش ملايين بلبل. أنا مع جدك. شو قصدك؟ برأيي إنه بلبل شخص مثقف وفهمان، ونحن ما لازم نوقف بوش سعادة الوالدة. أنا مع رامي. فهمت، بس شو قصدكم؟ لك يقصدوا عيونك، شو هاي فهمت وشو هاي شو قصدكم؟ والله ما عم بفهم عليك أبداً. خلاص نحن وافقنا على زواجها. ودمار العيلة اللي كنت عم تحكي عنه؟ جدو مجرد مخاوف فقط لا غير. والإمبراطورية والممتلكات وخطفة للإمبراطورة. وهم، هذا كله مجرد وهم. مستقبلك وحياتك أنت كله بالملايين بيتعوض. بيتعوض. يلا تعالوا تعالوا. تفضلوا تفضلوا. شنتوا ممكن نبدعها؟ بعتذر، قطع الطاولة استعملتها. مو مشكلة، مو مشكلة. أهلا وسهلا فيك أستاذ بلبل، شرفت. مرحبا. مدام منى كيفك؟ منيحة. أستاذ بلبل، أنا حابب أعرف رأيك بسبب انهيار الاقتصاد العالمي. إيه. صراحة هالموضوع أخذ من وقتي وقت كتير طويل ما بين تفكير لتحليل لجزيئات مجرياته، وتوصلت لنظرية خاصة فيه أنا بلبل بتوضح أسباب يلي صار يلي رح بصير.
حلو. بصراحة يا بلبل ما كان في داعي تتعذب وتجيب كل هالأكل وتعذب حالك، يعني كنا عملنا هون شيء بالبيت. على كل الأحوال إن شاء الله هيك دايمي وبفرحتك يا رب. صحة وهنا. أنا ما كان بدي مدام منى تعذب حالك. بتعرف تلعب بلاي ستيشن؟ أنا اللي بلعب. نلعب كول أوف ديوتي 2 ضد 2. جاهز. أوكي. الحقيقة لعبك رائع جدا، وأنا بصراحة عيني ما شافت لعب مثلك سب البلاي ستيشن. شكرا شكرا فريد. يا جماعة أنا طولت عليكم كتير، بس قبل ما فل سيد فريد تفضل. أنا حابب أطلب إيد بنتك فاضلة مدام منى، وبشرفني إنك ما ترفض طلبي. الحقيقة يا بلبل أنت خلال وجودك معنا هالست سبعة من تسع عشر ساعات مش منا غير كل خير، والحقيقة اسم عيلتكم الكبير وغلاوة الست أم شحرور الكبيرة جدا، لهيك أنا ما فيني إلا غير على بركة الله. ألف مبروك يا بلبل. بابا قصدي أقول لك أنا يعني إنه القرار الأول والأخير هو بصراحة لبنتي منى. يعني ماما قولي شي. الحقيقة يعني أنا تفاجأت بهذا الحكي، ومعلي سيد بلبل اسمح لي أعطيني وقت لفكر. حقك، وأنا ناطر جوابك وبتمنى ما تتأخري علي بالإذن. مع السلامة. الله معك سيد بلبل. تكريت ألف مبروك يا ماما. مبروك. رح تكوني أحلى عروس بالعالم ماما. شفتي الفستان اللي خيطتي لي إياه؟ خيطي مثله وبنلبس أنا وياكي نفس بعض الخطبة. خطبة؟ إيه إيه يا منى، خطبة. أكيد نحن لازم نعمل خطبة مشان تتعرفوا على بعضكم أكثر وأكثر، وبعد شهر منتوكل على الله ومنعمل عرس. عرس؟ ايه. لكل اصورك احلى صورة انت وبلبول، ولا ابعت لك اياهم لهداك شو اسمه خلي يطق من قهره وهو هنيك. شو اسمه؟ ماما ماما التوافق اللي حاصل بين العيلة وبلبول ما في احلى منه، وحسب احصائيتي المبدئية لسلوكك وسلوك بلبول زواجكم ناجح 100%. على توافق زواجنا. شبك ماما؟ بالاذن أنا لازم فوت على غرفتي. فكري ماما فكري. هلو بمقلب جديد. غليظ غليظ أخي غليظ، أنا ما هضمتك بس الناس رح تهضمك. إيه ما بعرف. ما هو اللي ما بضحك؟ بالون. سعيد أهلا بالون. بدك بالون؟ سعيد بدك بالون؟ بالون. ايه وانا بدك بالون. بلاستيك هيدا. ليش مسكر موبايلك علي؟ ها خلص شحنه. وين كنت؟ شبكون شوفي عم صور كنت. ماما ما عم تطلع من الغرفة من الصبح، وهذا بلبل صار دقيق لي شو عشر مرات بده يعرف الست منى شو قررت. شبو هذا كمان بهاي السرعة بده يعرف الجواب؟ لازم يعرف انه هاي جوازة مو لعبة. حبيبي يا محمود، بلبل شب كتير ظريف وكويس، ما بدنا نضيعه من بين ايدينا. هذا الرجل رح يغير لنا كل حياتنا، قصدي حياة أمك. أنا قررت. شو قررتي يا عمري؟ ما رح أتجوز. شو؟ ما فيني أعيش بدونكم.
يا حبيبي يا عمري، مين قال لك رح تعيشي من دوننا؟ انا وبلبل اتفقنا انه ياخذ فيلا كبيره ونعيش كلنا مع بعض ويزبطنا ورائنا ويجهزها ونسافر كلنا مع بعض. عن جد بابا؟ اكيد. ايه عن جد. ايه عن جد. ايه بس يعني انا كيف بدي اتجوز؟ مو انت قلت لي انه ما حدا رح يطلع فيني؟ والله ما بصدق، يعني كيف هيك واحد مثل بلبل كامل الاوصاف يطلع فيني انا؟ هذا حق. ماما حبيبتي انت ليه هيك عم تحكي؟ انت كثير حنونه وقلبك طيب وصح لنا اصلا، ومن حقك تحبي وتنحبي. لك انا ما عم صدق كيف حياتي هيك رح تتغير فجاه، لك حتى رح تتغير لحياه انا ما كنت احلم فيها. ما عم صدق انه هذا ابني محمود اللي كان ما يعرف يحكي كلمتين صار يحكي الحكي الحلو. حبيباتي يا اهلا وسهلا بالعريس، شرفت. الله يجعل حياتكم كلها هيك سعاده. ما تبلي شو هالجمالات؟ شو جدو عازمين حدا ما عندي اعلام؟ لا بس انا رح اشوف مين. افتح الباب يلا. سربرايز خاله نوال. هاي مفاجاه، ما تقولوا مو مفاجاه. بابا رامي منى لارا اشتقت لكم. يي شو عم تعملوا هيك يا منى؟ بيجيك عريس وما بتقولي لي؟ مرحبا. مرحبا مرحبا وحده، مرحبا مية ومرحبا ألف. يي شو مرتب ومقشمش، شو مجذب، ما تبلع شبوبية وهالطلة وهالأناقة. يي ألف مبروك، إن شاء الله هالليلة بتكون ما بتنتسى وأحلى ذكرى إلهي. بلبل لا بلبل بلبل قولي هلو بمقلب جديد. الكل بحب يصير مشهور، بس اكيد اذا ما هجموا عليه جدو فريد ورامي ولارا. تعالوا نشوف شو راح يصير. نجمنا المشهور كيف صحة؟ سوبر ستار العرب. صباح الخير فنان العظيم. كيفك؟ لا مو انا، انا بحياتي ما فتت على التلفزيون. الاميرة ميرة ما غيرها والله، هي والله هي بس صورة، صورة واحدة صورة واحدة. انا بعرفك من زمان، انت الاميرة ميرة. سيلفي وحدي بس. هاي 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 لهون بس صورة وحدي بعد. بدي صورة معك بعدين. لا. ما شاء الله ما شاء الله كل الحبايب هون. وجه وجه تحية. سيلفي انا وياك يا حبيب قلبي. تعالوا تعالوا تصوروا يلا. ايه عند ليه بالعربي. يلا تحية للشعب العربي جميعا. امير مير انتوا كثير مهضومين. صورة واحدة والله. حولي الله يا رب. كل بالعملة الأمير مير. يا عمي ماني أمير ولا حدا. إيش أنتوا ضايعين؟ الأمير أميرة عم تضربني. هاي الفنانة. أوه صباح الخير أميرتنا كيفك؟ أميرة ميرة صورة واحدة. صورة واحدة بس، صورة واحدة أميرة ميرة. فجر! يا مصاري فجر تربحوا. أنا قلت بلبل بس. كات. خليك خليك.